الحدث نفسه مهيب كبير، لازم نطلع بمستوى راقي ووجود الرئيس السيسي قدامنا، فكان يعني ما ينفعش حد يعمل اي حاجة اي كلام. بعزف موسيقى من وانا عندي 7 سنين، بقالي 15 سنة في أوركسترا الأوبرا، بقالي 6 سنين ليدر الإيقاع في الأوركسترا. أول حد في حياتي اداني فرصة ان انا اقف في أوركسترا وعلمني ازاي اقف هو المايسترو نادر عباسي بصراحة، اللي هو كان قائد الحفلة النهاردة، وهو عشان مؤمن بني فاداني المكانة دي اني اكون موجودة فيها. شغلت اني اعرف اكون قد المكانة اللي الواحد يعرف وصل لها دي دلوقتي، وان شاء الله اكمل بنفس المستوى ده.